ايه هي النتورك انتيتيز بقى اللي انفولد سو فار؟ بنتكلم على كولينج بارتي وكولد بارتي بس. ماشي، ممكن الكولينج والكولد بارتي دولت ماشي ممكن يكونوا عارفين الادريسيز اوف ايتش اذر فيحصل الكونكشن على طول، بس عشان ده يتم لازم يكون كل سيب انتيتي او سوري كل سيب كلاينت عنده داتا بيز بتاع كل الكلاينتس اللي موجودين. فده طبعا موضوع صعب، ولما يبقى في اديشنال كلاينت ادد للنتورك لازم ارجع ابديت الداتا بيزز اللي عند الكلاينتس كلها، فده مش منطقي. فالنتورك انتيتيز اللي احنا هنقولها ديت الهدف منها انها تساعدني ان انا اد سكيلابيلتي، ان انا اخلي التاسك اوف فايندينج اي كولد بارتي تاسك ديستريبيوتد. انا مش شرط اكون انا ككلاينت عندي الادريسيز او النيمز بتاعت كل الكلاينتس او ان انا اوصل لهم ازاي، بس ممكن استعين بنتورك انتيتيز. فالنتورك انتيتيز كان بي كاتيجرايزد يعني في السيب بروتوكول انتو كلاينتس وسيرفرز، سواء بقى بنسميه يوزر ايجنت كلاينت او السيرفر نسميه يوزر ايجنت سيرفر. طيب الكلاينت دوت ايه اللي بيميزه؟ هو ده عباره عن ابلكيشن بينيشيت او بيسند سيب ريكوست. احنا عارفين ان في ما يسمى الكلاينت تو سيرفر بروتوكول عندي كونكشن ما بين تو انتيتيز، بس واحد منهم ياكت از كلاينت والثاني ياكت از سيرفر. الكلاينت ده دايما اللي بينيشيت الريكوست، السيرفر عمره ما بينيشيت ريكوست، ده بيرسبوند على ريكوست. فالسيب از بروتوكول بيوبريت في الكلاينت سيرفر مود او بالكلاينت سيرفر بروتوكول، وبالتالي انا عندي بعض النودز تاكت از كلاينتس وديت اللي هي غالبا التيرمينال نودز. فديت اللي فيها الابلكيشنز او البروجرام اللي بيسند السيب ريكوست. طبعا احنا نيدلس تو سي ان اللي بينيشيت السيب مسج ديت مش ما نقصدش بيه الهيومن يوزر، ده ابلكيشن. انا مجرد من ان انا ارفع السماعه واطلب نمبر يبتدي بقى يتريجر اسيب ابلكيشن سيشن انيشيشن بروتوكول ابلكيشن اللي هو يبتدي يسند المسجز اللي احنا بنقول عليه. الكلاينت زي ما اتفقنا ده اللي بيسند الريكوست، السيرفر ده الانتيتي اللي هترسبوند للريكوست ديت. ممكن يكون السيرفر دوت يوزر ايجنت برضه، يعني ممكن يكون السيرفر هو اند ديفايس. ففي الحلقه زي البروتوكولز زي التايمنج زي الفلو دايجرامز البسيطه اللي احنا شفناها، ان انا عندي دايركت اكستشينج من كولينج بارتي لكولد بارتي من A ل B، فواحد منهم بيأكت از كلاينت والتاني أكت از سيرفر، بس مفيش ما يمنع انه ات انذر تايم لما يبقى B هو اللي عايز ينشيت كول يقدر يأكت از كلاينت ويبعت ريكوست والطرف التاني يرسبوند على الريكوست دي. ف ان يبقى عندي ما يسمى اليوزر كلاينت ايجنت، وزي ما هنشوف بعد سوري يوزر ايجنت كلاينت وبعد شويه يوزر ايجنت سيرفر، ده يخليني الزون السيب اتسلف بي بيهيف از ا كلاينت تو سيرفر بروتوكول، بس ممكن بما ان اي الاند ديترمينز كان اكت از ا كلاينت وكان اكت از ا سيرفر، وكان انا عندي بير تو بير بروتوكول انه الاند او اليوزر ايجنت يقدر يكلم انذر يوزر ايجنت، بس اللي بيبتدي السيشن هو ده الكلاينت واللي بيرسبوند هو دوت السيرفر. ده غير السيرفر انتيتيز اللي هتبقى في النتورك اللي المين تاسك بتاعها انها تريسبوند على الريكوست ديت. الفويب كولز يوزنج السيب ار يوجوالي اوريجينيتد باي ا كلاينت وترمينيتد ات ا سيرفر. وان اديشن بقى عندي فور تايبس اوف سيرفرز في النتورك انتيتي. ايه الهدف من ان يبقى عندي تاني ان انا عندي النتورك انتيتيز ديت وديفرنت تايبس اوف سيرفرز؟ زي ما هنشوف زي ما قلنا الهدف ان انا اد سكيلابيلتي، ان انا مش شرط يكون الداتابيز متوزعه عند كل الكلاينتس، لا ممكن تكون موجوده عند بعض النتورك انتيتيز. ويبقى لو انا عايز انيشيت كول اروح للسيرفر اللي عنده الداتابيز اقول له انا بدور على فلان اوصل له ازاي، هو بقى السيرفر دوت يبتدي يا اما يقول لي اوصل له ازاي يا اما يبتدي فورورد الريكوست دوت. فيبقى ده يسهل ان انا لو انا عندي ادد نود او ديليتد نودز
فويب نودز او سيب نودز، خلاص يبقى انا عندي اماكن محدده او ليميتد هي ديت اللي محتاجه الداتابيز يبقى ابديتد فيه. ف التايبس اوف سيرفرز او تايبس اوف نتورك انتيتيز تخلي السكيلابيليتي موضوع سهل، لان التاسك اوف فايندنج الكولد بارتي از ديستريبيوتد. ف وان اور مور بروكسي او ريدايركت سيرفرز مي اسيست ان فايندنج الكولد بارتي زي ما هنشوف في اكزامبلز بعد شويه. اول نوع من انواع النتورك انتيتيز او السيرفرز اللي عندنا البروكسي سيرفر. طيب البروكسي سيرفر دوت بيأكت في السيب بيأكت زيه زي البروكسي سيرفرز في اللان بصفه عامه، في اللوكال اريا نتورك بصفه عامه. هو عباره عن داتابيز ريجستري. بيأكت ازاي البروكسي دوت؟ ان لو انا عندي كلاينت بيسند ريكوست للبروكسي، البروكسي هيبتدي يهندل الريكوست دوت اتسلف عن طريق ان هو يفورورد، بيأكت از ريلي، بيأكت ان هو يماسك الكلاينت اللي بعت الريكوست دوت وهو يفورورد الريكوست للديستنيشن. عشان كده يعني فكره استخدام البروكسيز في اللانز او في اللوكال اريا نتوركس، لو انا مش عايز الطرف اللي انا ببعته دوت يعرف الايدنتيتيز بتاعتي فخلاص فاستعمل سيرفر في النص، انا ببعت للسيرفر والسيرفر يبعت او يفورورد للديستنيشن. دلوقتي بالنسبه للديستنيشن مين اللي بيبعت له؟ مش الكلاينت اللي كان في الاول خالص، ده البروكسي او الانترميديت نود ديت. هنا انا مش بعملها عشان اماسك مين بيكلم مين، انا بعملها عشان تاني تو ديستريبيوت الفانكشن اوف فايندنج الديستنيشنز او الكولد بارتس. فالكلاينت هيسند ريكوست للبروكسي، والبروكسي ايذر يهاندل الريكوست ديت اتسلف او يستعين باذر سيرفرز، سواء الاذر سيرفرز ديت ار other proxy servers او other redirect servers. given ان البروكسي دوت بي receive وهي forward الريكوست فبي send الريكوست، فلازم السيرفر دوت incorporate both server services و client services. اتفقنا انه يعني التمييز ما بين الكلاينت والسيرفر ان الكلاينت هو دايما بي initiate والسيرفر دايما بي respond. طب انا البروكسي سيرفر دوت ماشي هيرسبوند على ريكوست جايه، بس التايب اوف ريسبونس بتاعه دوت ممكن يكون ايه؟ ان هو هاي فورورد. طب ما هو بالنسبه للنود اللي بعد كده هو جاي له ريكوست من بروكسي سيرفر، يبقى بالنسبه له البروكسي سيرفر دوت از ا كلاينت. فالبروكسي سيرفر شود بي كيبل ان هو يرسبوند وينيشيت ريكوست عشان يقدر يبقى الفانكشن بتاعته ان هو بي فورورد. يعني مثلا لو حبينا بس نفيجواليز دوت، ليتس سي ادي الكولر بتاعي عند نتورك معينه، فالايدنتيتي بتاعته اهوت كولر، ده النيم بتاعه ات النتورك اللي هو فيها. وطبعا النتورك ديت بقى ممكن تكون ايدنتيفايد باي اي بي سب نتورك مثلا، وعايز يكلم انذر يوزر ادي الايدنتيتي بتاعته وات اسيرت النتورك وليكن النتورك اللي هي هوم دوت نت تاني. يبقى في الاخر النيم ده او النيم ده بيماب لنتورك بيزد ايدنتيفيكيشن، يعني لو انا شغال اي بي بيزد ده هيماب لاي بي ادرس وده كمان هيماب لاي بي ادرس. بس بالنسبه للسيشن انيشيشن بروتوكول اقدر استعمل الاليازز ديت، استخدام الاليازز هيبقى اسهل، لان احنا اتفقنا السيشن انيشيشن بروتوكول مسجز ديسكرايبد بالسيشن ديسكريبشن بروتوكول اللي هو مكتوب ان بلين تكست، تمام؟ فمحدش يتلخبط هو الاسامي ديت هتستخدم ازاي؟ في الاخر هي هتبقى مابد الايدنتيفيكيشن، نتورك بيزد ايدنتيفيكيشن بقى اي بي ادرس ولا اي نوع من انواع الايدنتس. طيب فانا دلوقتي الكولر دوت ابتدى بريكوست، ماشي احنا اتفقنا من شويه ان الريكوست دوت هيبقى في صوره انفايت مسج، بس يعني برضو عشان يبقى الكلام جينيريك ابتدى بريكوست وبيقول انا الريكوست دوت از تو ريتش كولينز ات ورك دوت كوم. ماشي انا هنا ده النيم او الايدنتيتي اللي انا عايز اوصل لها، بس انا بقول له ان هو ات النتورك اللي هي ورك دوت كوم. ماشي وصل ده لبروكسي سيرفر. طيب البروكسي سيرفر هيدور هو لا ده كولينز مش موجود عند النتورك اللي هي ورك دوت كوم، فهيضطر يبتدي فورورد النتورك ثاني، وكان البروكسي سيرفر هنا بيأكت از يعني لو حبيت اعمل انالوجي ما بينه وما بين ال اللوكال اريا نتوركس او الترديشنال نتوركس بيأكت از راوتر، هي فورورد الريكوست
من سب نتورك لسب نتورك ثانيه او من نتورك لنتورك ثانيه. فهنا اهوت عمل فورورد بس للادرس الجديد اللي هو كولينز ات هوم دوت نت. وبالنسبه لكولينز المسج اللي جايه له ديت از ا ريكوست مسج وجايه منين؟ من البروكسي سيرفر. فهنا عشان كده كنا بنقول البروكسي سيرفر شود بي كيبل ان هو يانيشيت ريكوست. هو دلوقتي مش بيرسبوند على كولر، هو وكانه بيانيشيت ريكوست ل كولينز. طيب كولينز دوت هنا جاي له ريكوست، اتفقنا انه الاند ديفايسز اليوزر ايجنتس بتوعي بياكت اس كلاينت عشان هم ساعات ينيشيت ريكوست، وبياكت اس سيرفر عشان بيرسبوند. فهنا اهوت بيرسبوند، الريسبوند بتاعه هيروح لمين؟ هيروح للي بعت له الريكوست. فهو بالنسبه له اللي بعت له الريكوست هو البروكسي. عشان كده قلت لكم هي الفكره ديت بتستخدم ساعات في النتوركس فور ادينج يعني سام ليفل اوف سكيورتي. هو بالنسبه لكولينز هو مش شايف كولر دوت، فما يعرفش اي ايدنتيتيز ليه، ما يعرفش الاي بي ادرس بتاعه، ما يعرفش الايدنتيتي بتاعته. المهم ان هو الريسبونس دوت هيروح للبروكسي سيرفر، البروكسي سيرفر زي ما هو عمل فورورد للريكوست هيفورورد كمان الريسبونس، فيتبعت الريسبونس دوت لكول. خلاص كده ابتدى بقى في باث حتى ولو مش دايركت ما بين الكولر والكولد، فخلاص الباث دوت هو اللي هيستخدم للكول استابليشمنت مسجز اللي احنا قلناها. لو شفنا المسج اكستشينج في حاله وجود بروكسي سيرفر، فعندي يوزر A هيانيشيت هيحاول يستابليش الكول، فهيبتدي بانفايت مسج. البروكسي سيرفر هيأكت از ريلي فهيفورورد الانفايت مسج ديت لبي، اسيومنج طبعا ان هو عارف بي ده فين، بس مؤقتا كمان على ما بي يبتدي يرد على السيرفر والسيرفر يفورورد الرد، السيرفر يرد بانترم ريسبونس على ايه، بس هو ما يقدرش يقول له انه رينجينج، صح؟ هو بيقول له بس اي ام تراينج، فاللي هو ما تقلقش الانفايت مسج وصلت سليمه وابتديت انا كنتورك انتيتي اخد اكشن. فدوت الانترم ريسبونس اللي البروكسي هيرد بيه على الكولينج بارتي الريسبكتيف الكولد بارتي وصل له لسه الفوروردد انفايت ورد عليها ولا لا. امتى يبتدي بقى يفورورد رينجينج مسج؟ لما يجي له رينجينج مسج او رينجينج تون من يوزر بي يبتدي يفورورد دوت ليوزر A. ماشي، بعد شويه اليوزر A بعد ما بقى alerted واليوزر بقى اللي هيقرر اذا كان يأكسبت الكول ولا مش يأكسبت الكول يأكت. لو أكسبت الكول ده يتريجر اوكي مسج، فالاوكي ديت هتروح للي بعت الانفايت اللي هو البروكسي سيرفر في الحالات دي، بس البروكسي سيرفر اول ما يجي له المسج ديت يبتدي يفورورد الاوكي مسج ليوزر A. ماشي، يوزر A جاله اوكي مسج على انفايت كان باعتها من شويه، هي اكنولج برضه، هي اكنولج لمين؟ هو بالنسبه له البروكسي سيرفر هو اللي رد، فالاكنولج مسج ديت تروح للبروكسي سيرفر والبروكسي سيرفر يفورورد ليوزر بي، لان يوزر بي ما يقدرش يبتدي ريسيفنج الداتا سيشن الا لما يتاكد ان اللي انا قلت له اوكي اكنولجد الاوكي دوت. فيبقى هنا الكول سيت اب مسجز كلها از او ايتش وان اوف ذيم از فوروردد ثرو البروكسي سيرفر. طيب الستريم نفسه بقى اللي هيفولو ريال تايم ترانسبورت بروتوكول وكنترولد اكستشينج مسجز او داتا مسجز بتفولو الريال تايم كنترول بروتوكول مسجز، هل ده محتاج الانفولفمنت اوف البروكسي سيرفر؟ لا ملوش علاقه خالص، ده اكستشينج للميديا للفويس للاوديو للفيديو، فده ملوش علاقه خالص بالسيب انتيتيز ولا بالسيب بروتوكول. فدوت خلاص انا بقى الطرفين عارفين بعض دايركتلي. طب عارفين بعض دايركتلي ازاي؟ ثرو بقى بعض البارامترز الموجوده في الاوكي مسجز دي، فيقدروا اكستشينج الداتا مسج مباشره. طيب عند التيرمينيشن خلاص، هو دلوقتي يوزر A ويوزر B بقوا عارفين بعض، في الاول ما كانوش عارفين بعض فاحتاجوا البروكسي سيرفر، دلوقتي عارفين بعض، فوقت التيرمينيشن مش محتاج بقى اللي هيترمينيت الباي مسج ديت مش محتاجه تتبعت للبروكسي سيرفر، ممكن تتبعت دايركتلي. فهنا لو A هو اللي بيترمينيت الكول فالباي مسج راحت دايركتلي لبي، والاوكي مسج بتاع الباي ديت رجع دايركتلي لA.
السيرفر الثاني او التايب اوف السيرفر الثاني الريدايركت سيرفر. الريدايركت سيرفر ده برضو سيرفر زي البروكسي بس مش بيعمل فوروردنج، هو بيرد على الانيشيتور كلاينت او الكلاينت اللي بينيشيت الكول، يقول له انت عايز توصل لفلان ادي الادرس بتاعه ابعت له مباشره في الادرس الجديد دوت. فهو الريدايركت سيرفر هو بيأكت از يعني هيلبر للكولينج بارتي اللي مش عارف يلاقي الكولد بارتي، بس بيقول له انت توصل ادي الادرس بتاعه. فيبقى الريدايركت سيرفر ده بيأكسبت سيب ريكوستس ويماب الديستنيشن ادرس ديت لزيرو اور مور نيو ادرسز على حسب، يعني هو عنده في الداتابيز، هو انا بكلم مثلا كولينز ات ورك، طب هو عارف كولينز ات ورك دلوقتي الادرس بتاعه اتغير بقى فين ولا لا؟ فممكن يكون مش عارف فهيرد ب nothing، او عارف ان ان لا ده كولينز اوت ممكن تلاقيه في الادرس الفلاني او الادرس الفلاني او الادرس الفلاني. فهو بيرد على مين؟ على اللي بعت الريكوست اساسا. فبيريتيرن النيو ادرس او النيو ادريسيز تو ذا اوريجينيتور اوف الريكوست. طيب رجع للاوريجينيتور بقى النيو ادريسيز، يبتدي يعمل اتمت تاني بقى للكول بس يبعت الانفايت مسج للعنوان اللي اتقال له عليه. فالاوريجينيتور اوف ذا ريكوست كان سند بقى الريكوست دايركتلي للادرس او الادريسيز اللي ريتيرند باي الريدايركت سيرفر. وبالتالي الريدايركت سيرفر دوت doesn't initiate any sib requests. اظن هو سيرفر وطبيعي ان هو مش بينيشيت ريكوست، بس احنا اتفقنا البروكسي سيرفر عشان بيأكت از ريلي ساعات يا جنريت سيب ريكوست. الريدايركت لا ما بيعملش ديت، هو بس بيرد دايما بريدايركت مسج. فبرضه لو بصينا على نفس السيناريو، انا الكولر اهوت بعت الريكوست انا عايز اوصل لكولينز ات ورك، بعت لاقرب سيرفر موجود عنده. فالسيرفر دوت از ا ريدايركت سيرفر، بص في الداتابيس بتاعته لا ان ده موفد تمبورارلي، فتبقى المسج ديت اللي هي الكود بتاعها مثلا 302 وبيقول له كونتاكت بقى ات اليوزر دوت اللي انت عايزه كولينز ات ورك دوت كوم، اتحرك لنتورك ثانيه كولينز ات هوم دوت نت. ماشي، بما ان ده فاينل ريسبونس برد عليه باكنولجمنت وبعدين ابتدي اعمل بقى المكالمه بالطريقه التراديشنال. انا بقيت عارف الادرس بتاع الديستنيشن، ابعت له الريكوست على الادرس اللي هو موجود فيه وهو يبتدي ريسبونس او يبعت لي ريسبونس دايركت. فلو بصينا برضو على الفلو بتاع المسجز، اليوزر A يرد بانفايت، الريدايركت سيرفر يرد بريدايركت تاني الكود بتاعها الستاتس كود بتاعها 302 included في البادي بتاع المسجات، الهيدر بتاعها بيقول انه ريدايركت عشان يبتدي يوزر A يبص على البادي ويدور فيه في البادي دوت على الادرس الجديد فين. عرف الادرس الجديد خلاص بقى خرج الريدايركت سيرفر من الموضوع خالص، ويوزر A وB بيتكلموا دايركتلي زي اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم على الكول استابلشمنت، انفايت بعد كده رينجنج واوكي اكنولدج الاكستشينج اوف المسج وفي الاخر التيرمينيشن دايركتلي ما بين A وB. زي ما قلنا لو انا هقارن البروكسي سيرفر بالريدايركت سيرفر، both of them they provide ما يسمى الفولو مي سيرفيس. انا دلوقتي هي الفولو مي سيرفيس ديت ادد فيتشر، يعني في التراديشنال تليفوني لو انا عندي تليفون ارضي انا كيوزر مش موجود في المكان اللي فيه التليفون الارضي دوت، خلاص اي مكالمه هتجي لي اي ويل مس المكالمه ديت. لكن لو انا عندي فويب مم فويب تليفوني اتحركت من مكتب لمكتب تاني، فانا ممكن اسال من مكتب لمكتب تاني سواء بقى وزن نفس الانستتيوشن ولا رحت لبرانش تاني، فانا ممكن يوزنج الادد فيتشرز اقول على التليفون بروجرام الفويب فون بتاعي ان انا بقيت في الادرس الفلاني او اي مكالمه تبقى فوروردد ليا على المكان الفلاني. هو اي حد عايز يكلمني مش محتاج يعرف انا فين، مش محتاج يغير الرقم بتاعي او يبقى فيه رقم مختلف او ايدنتس مختلف، هو هيكلمني على الادرس بتاعي اللي هو في البيت او في المكتب، بس الفون نفسه هيأكت از بروكسي او ريدايركت سيرفر او السيستم نفسه، يعني هيبقى متسجل فيه ان انا اي موفد سواء بقى تمبورارلي او بيرمننتلي. ف
يفورورد الكول سواء بقى بطريقه الدايركت فوروردنج للاكستشينج مسجز في حاله البروكسي سيرفر، او بطريقه انه يالرت اللي بعت الريكوست انه لا ابعت الانفايت مسج بتاعتك اللي انت عايزها لفلان ابعتها له على الادرس الجديد دوت. فعشان كده بنقول both of them they provide الكول فوروردنج فيتشر او الفولو مي فيتشر، لكن بطريقتين ديفرنت زي ما احنا قلنا. لو انا عندي both servers included، لو مثلا يعني يوزر A بعت invite message لبروكسي سيرفر، طب البروكسي سيرفر دوت ما عندوش المعلومة مباشرة، مش عارف يوزر B دوت اوصل له ازاي، ماشي هيدور على سيرفر اللي بعته او هيدور على سيرفر تاني، سواء السيرفر التاني ده بقى بروكسي سيرفر ولا ريدايركت سيرفر. هنا هناخدها ريدايركت سيرفر عشان نشوف بس الفرق تاني ما بينهم يعني في الاكستشينج في المسج. فالبروكسي سيرفر هي فورورد على طول الانفايت مسج. الانفايت مسج ديت هي مش انتندد للريدايركت سيرفر، هو برضه الانفايت مسج ديت فيها الكولر اي دي والكولد اي دي، والكولد اي دي بيقول انا بدور على يوزر بي، فده بما انه ريدايركت سيرفر هيرد على اللي بعت له الريكوست يقول له اه يوزر بي تبقى توصل له على الادرس الفلاني، فهيرد اهوت بريدايركت مسج. هل بقى البروكسي سيرفر بما انه بروكسي سيرفر هي فورورد الريدايركت مسج ديت ليوزر ايه؟ لا مش هي فورورد الريدايركت مسج ليوزر ايه، هو بيأكت ان هو خلاص ريلي هيأكت اون بيهاف اوف يوزر ايه، فخلاص هو عرف عنوان بي فهيبعت لبي الانفايت مسج مباشره، وبالتالي بي لما يرد انترم او فاينل ريسبونسز رينجنج او اوكي هيرد على بعت له اللي بعت له الانفايت مسج اللي هو البروكسي سيرفر، والبروكسي سيرفر دايما اي ريسبونس يجي له يعمل له فورورد وايفينشولي الاكنولجمنت. طيب في التيرمينيشن خلاص ما هو ايه بقى عارف بي موجوده فين فيقدر يبعت له الباي مسج دايركت، مش محتاج بقى ولا البروكسي سيرفر ولا الريدايركت سيرفر. ساعات البروكسي سيرفر يبقى ضروري ان هو يبقى انفولفد في المسج طول الوقت، تاني ده من الادد فيتشرز اللي انا ممكن استعملها. مثلا يعني لو انا الفويب سيرفيسز في النتورك بتاعتي بيد سيرفيس، فانا عايز اعرف السيشن اخذت وقت قد ايه، فانا لازم اعرف هي انيشيتد امتى وترمينيتد امتى عشان اكيب تراك بقى، سواء بقى عشان بيلينج او عشان مثلا يعني لو انا الفويب ابلكيشن دوت موجود في داتا سنتر بتاع كاستمر سيرفيس سبورت، ماشي انا عايز اشوف كل امبلوير كل كاستمر سبورت امبلوير خد وقت قد ايه في المكالمات، ماشي مش ما يهمنيش الكونتنت بتاع المكالمه نفسها بس يهمني المكالمه ابتدت امتى وخلصت امتى عشان احسب مثلا الافرج ريسبونس بياخد وقت قد ايه اند سو اون. فلو فور اني ريزون النتورك بتاعتي الفويب نتورك بتاعتي needs to keep track of الانيشيشن والترمينيشن، فيبقى لازم البروكسي سيرفر كمان يكون انكلودد في الترمينيشن بتاع الكول. ايه الحاجه اللي بتسيجنيفاي الترمينيشن؟ الباي مسج. فساعتها الانيشيشن زي ما احنا قلنا من شويه ما فيهوش اي اختلاف، انفايت برد بتراينج وفي نفس الوقت بفورورد الانفايت مسج، لما يجي لي رينجنج افورورد، لما يجي لي اوكي افورورد، ولما الاولاني يرد باكنولج افورورد الاكنولج. الداتا ستريم نفسه مازال ما بين A وB دايركت، ما فيش اي حاجه ريليتد للسيب انفولد. الاختلاف بقى فين؟ في التيرمينيشن. لو انا السيب محتاج ان هو يريمين في الكول فلو لغايه النهايه، يبقى ثرو المسجز اللي كانت فوق يوزر A should be instructed ان الباي مسج تكون سنت للبروكسي سيرفر. instructed ازاي برضو ديت على حسب الامبلمنتيشن يعني، بس سمبل يعني ان الايدنتيتيز بتاعت يوزر بي تبقى هيدن، فيبقى الريسبونس بتاعي لازم وكان الباي ديت هتروح للبروكسي سيرفر، ماشي، والبروكسي سيرفر يفورورد الباي ديت والرد اللي عليها الاوكي برضو يبقى ثرو البروكسي سيرفر. كده بقى البروكسي سيرفر انفولفد في التيرمينيشن كمان، فخلاص يقدر يعني عندي تايم انديكيتور هنا وتايم انديكيتور هنا اقدر احدد بيه اف نيدد الديوريشن بتاعت الكول قد ايه. احنا كده قلنا البروكسي سيرفر وريدايركت
السيرفر. في بقى اليوزر ايجنت سيرفر دوت اللي هو الكلاينت نفسه، بس هو يعني احنا اتفقنا احنا عندنا فور تايبس اوف سيرفرز، فالبروكسي سيرفر والريدايركت سيرفر، ومش اليوزر نفسه اللي هيجي له الكول. ممكن هو يبتدي سوري في النهايه هو يترمينيت، فهو ات ترمينيشن هو اللي هينيشيت الريكوست بتاع باي، او ات سام اذر بوينت هو بيحاول يرسبوند على بعض الريكوست دي، هيبعت مثلا بيزي مسج اللي فيها بتقول انا بيزي لغايه الوقت الفلاني. فاليوزر ايجنت بتاعنا بيأكت از كلاينت وبيأكت از ا سيرفر كمان. وعشان هو دوت زي ما قلت لكم من شويه، هو دوت اللي انيبل السيب ان هو يبيهيف از اللي هو مينلي كلاينت تو سيرفر بروتوكول، ان هو يبيهيف از ا بير تو بير كوميونيكيشن، انه اي كلاينت يقدر يبقى at some time client و at some time server، اللي هو simply يعني انا اللي بانيشيت الكول ولا انا اللي بريسيف الكول. النوع الرابع من السيرفرز الريجسترار، اللي هو بقى actually اللي فيه الداتابيس. يعني البروكسي سيرفر لما هيجي له ريكوست انا عايز اكلم كولينز at work، طب هو هيعرف منين ان كولينز غير الادرس بتاعه من ات وورك لات هوم؟ فلازم الريجسترار هو دوت اللي بيريبريزنت الداتابيس. فالريجسترار دوت اولا بيأكسبت سيب ريجستر ريكوست، يعني النوع المسجز الوحيد هو مالوش دعوه بالانفايت مسجز، انا ما ببعتش انفايت مسجز او الانفايت مسجز ما تروحش للريجسترار، هي تروح للريجستريشن. انا دلوقتي اول ما بريجستر ان انا بقيت في ادرس فلاني غيرت من نتورك لنتورك ثانيه كيوزر يعني، او عايز اكونفيجر فورورد مسج، فبريجستر بقول ان انا هبقى ريجسترد في النتورك الفلاني، فده ثرو الريجستر مسج. فاليوزر بيانديكيت تو ذا نتورك انه افيلبل ات ا بارتيكولر ادرس او ات ا بارتيكولر نتورك، ودوت اللي انيبل السيب او اللي يخلي السيب يسبورت الموبيلتي. تاني فكره انه اليوزر نفسه الايدنتيتي بتاعته مش مرتبطه بفيزيكال لوكيشن، انا الايدنتيتي بتاعتي كولينز ات بقى النتورك دي او ات النتورك دي او ات النتورك دي ممكن تتغير من وقت للتاني، بس عشان اعرف النتورك بانيشيت او بتريجر ريجستر مسج جديده، كل ما اغير الادرس بتاعي كل ما تريجر ريجستر مسج جديد. تيبيكالي بقى الريجسترار دوت او منطقه يعني ان هو يكون كومبايند مع يا بروكسي يا ريدايركت سيرفر، ملهاش معنى قوي انه يبقى عندي ريجستر سيرفر الفانكشن الوحيده بتاعته انه يريسيف ريجستر مسج ويرد باوكي، وان لما بروكسي سيرفر او ريدايركت سيرفر يبتدي يدور على ادرس يبعت للريجسترار دوت. فتيبيكالي الريجسترار دوت كومبايند مع البروكسي سيرفر او الريدايركت سيرفر، عشان كده احنا كنا بنقول ان البروكسي او الريدايركت وكان عندهم الداتابيس اللي هم عارفين فلان موجود في انهي نتورك. فيبقى اولزو يعني انه كفانكشن كان بي ا سيبريت فانكشن، لكن تيبيكالي او براكتيكلي الريجسترار بيبقى دايما كومبايند مع بروكسي او ريدايركت سيرفر. ولما بنقول بروكسي وريدايركت ما نقصدش ان النتورك كلها فيها بروكسي سيرفر واحد او ريدايركت سيرفر واحد، ممكن يبقى عندي مالتيبل بروكسي وريدايركت سيرفرز. وبما ان احنا قلنا الانتيتيز اللي عندي كلاينت واربعه تايبس اوف سيرفرز، بس اللي هو اليوزر ايجنت سيرفر ما هو هو اليوزر ايجنت كلاينت، فيبقى دولت ادي وان نود الكلاينتس سوري اليوزر ايجنتس بصفه عامه، والريجسترار كان بي انكلودد في البروكسي والريدايركت، فيبقى ممكن النتورك كلها ما يبقاش فيها غير يوزر ايجنتس دولت اللي هم الاند نودز ويا بروكسي يا ريدايركت سيرفر. لو انا حبيت اشوف الريجسترار انفولفد ازاي في الـ في الـ في السيرفيسز ديت، لو انا عندي يوزر وعايز يريجستر كذا ادرس زي ما اتفقنا ان الريجسترار لو احنا اتفقنا ان هو هيبقى تيبيكالي كومبايند مع البروكسي بيأكسبت ريجستر مسج، فانا يوزر اهوت عند ادرس معين فانا هبعت ريجستر مسج، الريجستر مسج البادي بتاعها بيقول ان انا في الادرس الفلاني،
خلاص، فالريجسترار يرد باوكي، خلاص تمام انا كده سجلت عندي ان انت موجود في الادرس دوت. طيب ممكن نفس اليوزر عايز يريجستر انذر ادرس، طيب فاليوزر بيريجستر ات انذر ادرس، يبعت انذر مسج من الادرس الجديد ان انا في الادرس دوت، وتاني الريجسترار يرد باوكي. خلاص هو دوت البروسيدر الوحيد اللي الريجسترار ممكن يبقى انفولد فيه. طيب از ابروكسي بقى السيرفر ممكن يكون انفولد ازاي؟ لو انا عندي كولر عايز يكلم اليوزر دوت فبعت انفايت، ماشي البروكسي بما انه هيحاول هيرد بتراي، طيب هيفورورد الانفايت مسج دي فين؟ هو تشيكد الريجسترار بتاعه اللي هو كومبايند معاه، لان في الريجسترار ان اليوزر دوت يا اما في ادرس 1 يا اما في ادرس 2. لو هو مش عارف هو حاليا في انهي واحد فيهم هما الاثنين، هيبتدي فورورد الريكوست لبوث ادرس، فيبقى هيبعت الانفايت على ادرس 1 وهيبعت الانفايت على ادرس 2. بعد الرينجنج او الريدايركت او اي حاجه في الاخر الفاينل ريسبونس اللي هو بتاع السكسس الاوكي، ما هو الاوكي دوت مش بيجي الا لما اليوزر يرفع السماعه صح، فمش هيجي الا من ادرس واحد منه صح. فهنا مثلا لو الاوكي جت من ادرس 2 ماشي، كسيرفر هبتدي افورورد الاوكي ديت للكولر، بس كمان انا عايز اكنسل الانفايت اللي انا كنت باعتها من شويه على الادرس الاولاني، فببعت كنسل على الادرس دوت اللي هو خلاص يعني انا تاني ما ينفعش يبقى في مسج او ريكوست وذاوت ريسبونس. فماشي لو انا خلاص كده كبروكسي او ريجسترار عرفت ان مش هيجي لي ريسبونس من الادرس دوت، فاكنسل الانفايت مسج. وتاني ده يوضح لنا اهميه الكول اي دي او اليونيك كول اي دي، ان انا دلوقتي عندي اوكي مسج واوكي مسج ثانيه، بس واحده لحاجه وواحده لحاجه ثانيه، فلازم يبقى في ايدنتيتيز في المسج ديت. الريسبونس ده هو اوكي ريسبونس بس بتاع ايه؟ ماشي، فلما هبعت الكنسل دوت للادرس الاولاني يترد عليا باوكي، دوت مش اوكي سكسس اوف الكول، هو سكسس اوف الكنسليشن ريكوست، ان خلاص ماشي انا مش هفضل مستني ان حد يرفع السماعه عشان جالي انفايت مسج. وتاني جالي الاوكي، طبعا التو اوكيز دولت ما يفرقش بقى الاوردر بتاعهم، اصل واحد بيبعت لحد واحد تاني بيبعت لحد تاني، فما الاوردر بتاعهم يعني ده الاول ده اللي بعده ما تفرقش حاجه. بما ان جالي اوكي على الانفايت اتفقنا الاوكي شود بي اكنولجد، فيبقى عندي اكنولجمنت، ويبقى بما ان البروكسي بياكت تو فورورد فهي فورورد الاكنولجمنت دوت لليوزر ات الادرس، وبعد كده تبتدي الكونفرسيشن. فهو دوت ذس از هاو وي كان هاف الفيتشر بتاع ريجسترنج ات مالتيبل ادرس. زي ما احنا قلنا السيب مسجز دي كلها ليها تكست بيست سينتاكس ديسكرايبد وستاندرايزد بالسيشن ديسكريبشن بروتوكول. اتفقنا ان انا عندي اي مسج هيبقى فيها هيدر وهيبقى فيها بادي. الهيدر دوت بعيدا عن الحاجات اللي ليها علاقه بالراوتنج وغيره، ايه الانفورميشن اللي موجوده في الهيدر كتكست بقى هيدر؟ مين الاوريجينيتور ومين الريسيبيانت بتاع المسج دي، ايا كان المسج دي ايه، نوع المسج نفسها. لو المسج ديت زي مثلا البيزي مسج وفيها انفورميشن عن امتى يو هاف تو ريتراي الكول، فممكن يبقى في ريتراي افتر بيانديكيت وين ا ريكوست شود بي اتمبتد اجين، فده كله في الهيدر او اكزامبل الحاجات اللي موجوده في الهيدر. البادي زي ما قلنا بيديسكرايب التايب اوف السيشن، فور اكزامبل ايه الميديا فورمات، يعني لو هي اوديو فايه الكود اوديو كودكس اللي موجوده، لو هي فيديو ايه الفيديو كودكس، ما هو الفيديو ليه كودكس زيه زي الاوديو بس طبعا ديفرنت تايبس اوف كودكس، يعني فعلى حسب السيشن بتاع. هل انا ببعت تكست كمان؟ انا الفويب فونز ديت ممكن ارد بتكست، جاي لي كول فانا كيوزر ارد بتكست، ف البادي بيديسكرايب التايب اوف السيشن دي ايه، تكست ولا فيديو ولا اوديو، وايه الفورمات بتاع كل واحد منهم. الاستراكشر اوف الكونتنت، سوري الاستراكشر او الكونتنت بتاع المسج ده هو ايه المعلومات اللي انا هلاقيها. كمان البادي دوت زي ما قلنا من شويه
في الاول ان السيب كان بي يوزد تو كرييت انتر اوبريشن ما بين فويب تليفوني وتراديشنال تليفوني. فالبادي بتاع المسجات ممكن يكون فيه بعض المعلومات اللي ريليتد للاي اس دي ان انفورميشن. اي اس دي ان ديت اللي هي انتجريتد سيرفيسز داتا نتورك، اللي كان بيوز يعني داتا نتورك كان بيوز فور مالتيبل سيرفيس فور داتا اكستشينج زي بقى اللي الفويس محتاجه او فور سيركت سويتشنج اكستشينج. ده فور الانتر اوبرابيلتي مع البابليك سويتشنج تليفوني نتورك، اللي هو ايه بعض الحاجات اللي لو انا وصلت عند جيت واي وهطلع من فويب نتورك او من داتا نتورك لسيركت سويتشنج نتورك، ايه التايبس اوف انفورميشن اللي محتاجه تبقى ترانسليتد مثلا من سيب لاس اس 7 او العكس. واخر حاجه المسج بادي دوت it should be only examined at the end. يعني لو المسج بتاعتي invite message ومعديه على بروكسي سيرفر، المعلومات دي ما تهمش البروكسي سيرفر في حاجه. اللي يهم البروكسي سيرفر هي المسج جايه من مين ورايحه لفين، عشان اعرف افورورد لمين، وعشان اعرف لما يجي لي رد الرد دوت مين اللي كان باعت الريكوست اساسا فافورورد دوت ليه. لو شفنا كويك اكزامبلز كده للمسج فورمات، يعني في الكول استابليشمنت مسج اتفقنا ان انا عندي فور مسجز انفايت والرد بتاعها الانترم رينجينج وبعد كده اوكي واكنولجمنت. ماشي، اولا ده شكل المسج زي ما انتم شايفين كلها تكست بيست. هنا مثلا في حاجه تنديكيت ايه التايب اوف المسج دي. عندي حاجه هنا اهوت من الاول اوريدي ده انفايت مسج. طيب الانفايت مسج ديت بتفولو انهي بروتوكول؟ اهو مكتوب انه ده بيفولو سيب بروتوكول. طيب المسج ديت ديستند لمين؟ رايحه لمين؟ انا عايز اكلم الراجل دوت اللي الايدنتي بتاعته مانجر ات ستيشن 2، فاهو فادي الايدنتي بتاعته بتاع الديستنيشن. مثلا من ضمن البارامترز انا المسج ديت ممكن تبقى فوروردت كذا مره تعدي على كام بروكسي سيرفر، فانا هنا مثلا ماكسيمم نمبر اوف هوبس 70 هوبس. ماشي، ليه 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 محتاج احدد مثلا ماكسيمم نمبر؟ ما هو مش معقول انا اليوزر انيشيت الكول وتفضل الانفايت مسج ديت عماله تلف في النتورك هو مستني الخط يجمع، صح؟ فممكن يبقى متحدد ماكسيمم نمبر اوف فوروردز. الايدنتيتي بتاع الكولر فهنا مكتوب فروم مين، وادي تاني الايدنتيتي بتاعتي دانيال ده الياس، والفويب او السيب ايدنتيتي بتاعه ان ده كولينز ات ورك دوت كوم. هنا فين الكول اي دي؟ ده الكول اليونيك كول اي دي نمبر، بحيث ان لو بصينا على الكول اي دي دوت الرد اللي هو رينجنج بعد شويه في نفس الكول اي دي، عشان يبقى الرينجنج دوت بتاع الانفايت مسج اللي اسوشيتد بالكول ديت. مثلا بعض الانفورميشن هو البادي بتاعي اللينس بتاعه قد ايه، يعني عمال جاي لي معلومات جاي لي تكست، ماشي فين اخر التكست دوت اللينس بتاعه قد ايه فلينس معين. ماشي، ايه التايب اوف الكونتنت دوت؟ هل ده مالتي ميديا؟ لا مش مالتي ميديا، ده السيب ابلكيشن. طيب ديسكرايبد ازاي؟ فهنا هو كاتب لي بالاس دي بي لو عشان يساعد الريسيفر ان هو يترجم الكلام ده ازاي. ده دوت بالسيشن ديسكريبشن بروتوكول. نفس الكلام هنا اهوت نلاقيه للرينجنج مسج. الاوكي مسج نفس المعلومات، هي ايه طبيعه المسج، جايه منين ورايحه لفين، ايه السيكونس سوري ايه الكول اي دي بتاعي، ايه الكونسترينتس. لو انا عندي هنا ممكن يبقى في سبجكت في الهيدر بتاعي، ايه السبجكت او ايه الكونتنت بتاع المسج ديت. نفس الكلام الاكنولجمنت. في الكول ترمينيشن سواء الباي او الاوكي ليهم نفس الفورمات. فده التاني يوضح لنا قد ايه السيشن ديسكريبشن بروتوكول يخلي الترابل شوتنج والاندرستاندنج بتاع السيف مسج ديت نسبيا سهل مقارنه باذر سيجنالينج بروتوكولز او اذر داتا بروتوكولز.